تتكرر، ولكن للأسف عندما تتكرر يعني أنا أعتقد الشاب اللي قاعد يشب النار هو من يريد أن البقاء، ولذلك يريد أن يعقد تواجد الأمريكي في المنطقة. لكن للأسف إحنا يعني الدول شوية استقرار وعندنا ديمقراطية، هناك من يحب يحط الخشب في هذه الفتنة مو من نفس الفكر اللي للأيديولوجية التي تريد أن تحارب الأمريكان، ولكن من باب انتخابي وشعبي والحصول على تأييد. ولذلك هذا الفكر في هذا فيما يتعلق بالوضع الداخلي بالضبط، مو الكويتي، الكويتي العراقي أنا أعتقد بشكل عام، حتى في العراق أنا أعتقد هذا الفكر أو هذا الخشب يعطي مجال لأخذ مساحات كبيرة من التأييد الشعبي في قضية الصناديق الانتخابية. فيختلف بين أصحاب الفكر من أجل يعني تعقيد المسألة التواجد الأمريكي وتشابكها، وبين المستفيدين بحدود ضيقة لأجل انتخابات شخصية ومصالح شخصية. ولكن بالأخير هذين قاعدين يخدمون الفكرة الأم من دون قصد ومن أجل مصالح محدودة شخصية. علشان ما نحكي بشغلات عامة شيخ أحمد، خلنا ننتقل للملف أكثر خصوصية. الشيخ أحمد الفهد الأحمد، تم استبعادك من التشكيل الوزاري الأخير في الكويت، وهي المرة الأولى التي يبعد أحمد الفهد الأحمد من الوزارة بعد 6 سنوات متواصلة. استبعادي كلمة كبيرة، تم اعتذاري، يعني أنا لم أرغب في دخول إلى الوزارة الأخيرة، يعني جزاهم الله خير القيادة السياسية سواء بسمو الأمير أو سمو رئيس الحكومة كانوا حريصين على تواجدي في الحكومة. يعني عرض عليك منصب الوزارة؟ نعم، عرض علي منصب الوزارة. أي وزارة؟ يترك لنا هذه، يعني دائما التشكيلات الوزارية داخل القاعة شخصية، ولكن يعني تم الاعتذار، وتم الاعتذار من باب قناعة. ليش؟ القناعة الأولى كان هناك جدل في الشارع علي أن أحترمه، وكان يطرح بأن هناك وزراء تأزيم وهؤلاء وزراء التأزيم لا يعملون على تعاون السلطتين. ولذلك يعني أنا أذكر نقلت إلى القيادة السياسية كلمة يعني صريحة وواضحة الله يجزاهم خير، بأني يعني أنا اللي يعني غير رغبان، رغم جزاهم الله خير كانوا حريصين على تواجدي. وقلت كلمة واحدة، إذا كان ابتعادي سيعمل على تهدئة الأوضاع وتعاون السلطتين فهذا أمر إيجابي، إحنا ليش نعمل كلنا، يعني كلنا ليش قاعدين نعمل يعني بمسؤولياتنا. تعتقد شيخ أحمد أنه كان دخولك الحكومة ممكن أن يساهم في التأزيم أكثر؟ لا، أنا أعتقد كان ممكن يعطي عنوان يستغلها الآخرون يعني في 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 هجوم مبرمج دون البحث على إنجاز أو عمل أو تعاون. إحنا نبحث عن الهدوء والتعاون، ولذلك عندما ابتعدت كانت يعني كان هذه جملة يعني نقلتها بهذه الصورة، إذا كان يعني كلنا موجودين في هذه المناصب من أجل الخدمة ومن أجل يعني تنمية الكويت وإعمارها وتهدئتها، فإذا كان ابتعادي سيعمل على تعاون السلطتين وعلى بناء الكويت فيعني يا هلا ومرحبا. بالعكس يقول يعني علمونا شيباننا البخيت اللي مكفه، فيعني هذه بالنسبه لنا احنا ليش قاعدين نشتغل هذا الشغل. اما اذا كان العكس هذا فهذه قضيه سياسيه، نستطيع ان نكون يعني في اي وقت، وخاصه اني لازلت في مواقع مسؤوله، يعني لازلت في 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 منصب انا اعتقد يوازي اكبر وزاره في الكويت، لان الامن الوطني الكويتي وفي هذه المرحله بالذات يعني شاءت الاقدار دائما اروح للمواقع في وقت ازمات. فيعني الامن الوطني الكويتي في هذه المرحله بالذات يعني انت على الارض يعني تعمل في عمل ملف اهم، ملف مغلق صحيح، انت تعمل في عمل اهم من الوزاره ما في شك، ولكن للاسف يعني لحد بس الان بس الفكره انه انت تبعد عشان ما تتازم القصه. لا مو ابعد، يعني انا دائما يقول عن الوزاره اقصد، دائما لا تعطي الاخرين عذر فرصه، ويجب ان تحترم الراي الاخر مهما اختلفت او اتفقت وياه. فكان هذا راي مطروح، مو اجماع في رايين، فاما ندخل في مواجهه واما ان نقول تعالوا بهذه بلدنا، بالاخير كلنا خسرانين اذا صار فيها مواجهات وعدم تعاون سلطتين وتأزيم. فتعالوا هذا التنازل من اجل اقامه التعاون، يعني تعاون السلطتين وتنميه اللي الكويت التشريعيه والتنفيذيه ما في شك، وخلال المجلس وبالعكس انا يعني دائما والحكومة مستعد لمثل هذه التنازلات اذا كانت للكويت، يعني ها لا نتكلم من الصح ومن الخطا. تعتقد انها تنازل منك؟ لا، أنا أعتقد أنه واجبي تجاه وطني وتجاه مسؤوليني وعلاقتي بالشارع وعلاقتي بالمسؤولين السياسيين وعلاقتي بالقوة السياسية أن أبدي يعني تعاون
حتى في أشد المراحل، وأنا أعتبره نوع من التعاون اتجاه ملف سياسي كويتي علي أن أكون إيجابي ولا أكون سلبي. توقفي عن الحوار ليس سلبية، لكن عندي فاصل قصير. فاصل قصير أيها الأخوة، نعود بعده لمواصلة حوارنا مع الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح في الطمع.